السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في ما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم وتنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. وأيضا كنبغي نرحب بجميع الإخوان والأخوات المشاهدين من الجزائر وأيضا من عموم الأوطان العربية قاطبة، وكنتمنى أنكم تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية. إذن إخواني أخواتي، كيف ما شفتوا في العنوان، موضوعنا هو استكمال للفاجعة والجريمة البشعة اللي وقعت بحي واد الذهب بعنابة بالجزائر، والمستجدات الجديدة والخروج ديال وكيل الجمهورية ديال المحكمة بعنابة في الجزائر. هذا الخروج اللي اعطى فيه مجموعة ديال المعطيات الصادمة إخواني أخواتي بخصوص هذه الجريمة البشعة، واللي راح الضحية ديالها أسرة بالكامل ما عدا الزوج، واللي ترقد في المستشفى بين الحياة والموت وهو ذاته الجاني. لكن قبل إخواني وأخواتي ما أننا نغوص في تفاصيل هذه الفاجعة وهاد المستجدات وهاد التفاصيل الجديدة، كندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، أيضا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، بس دائما توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنطرق لها. وأيضا ما تبخلوش علينا بالبارتاج باش هاد المعلومات كلها جديدة بخصوص هاد القضية توصل لكل المتتبعين، وأيضا هاد القضية توصل لكل المتتبعين باعتبارها عبرة، وأيضا كتحمل في طياتها مجموعة ديال الرسائل إخواني أخواتي. وعلى بركة الله، فكيف ما قلت في المقدمة، وكيل الجمهورية بالمحكمة بعنابة خرج وعطى مجموعة ديال المعطيات بخصوص الجريمة اللي وقعت بحي جبانة اليهود، وبالضبط بعمارة ترقية الوئام، واللي راح ضحية ديالها ثلاثة ديال الأبناء وزوجة في جريمة قتل بشعة. وكيل الجمهورية انسف جميع الفرضيات والاحتمالات وكل الأمور وكل الآراء وكل الاحتمالات اللي كانت واردة، لأن الجريمة كانت كتحمل في البداية ديالها غموض وغموض وغموض كان كيلفها من كل الجوانب. لكن وكيل الجمهورية ديال المحكمة ديال عنابة في الجزائر، فبخروجه الإعلامي والتصريحات والمعلومات اللي فاد بها الرأي العام الوطني العربي بصفة عامة، فكان يعني خروج لنسف كل هذه الفرضيات وتأكيد الجاني الحقيقي ومرتكب الفعل الحقيقي واللي هو الزوج. فكيف هذا؟ فإليكم سر ما حدث. فمباشرة من بعد وقوع الجريمة ونقل الزوج واللي كان في حالة خطيرة إلى العناية المركزة بمستشفى بن رشد بعنابة، خرجت التحقيقات وأيضا بدأ التواصل مع الجهاز الطبي اللي كيشرف على هذا الزوج، واللي من بعد ساعات أكد للأجهزة الأمنية بأن الزوج قادر على التحقيقات وقادر باش أنه يستمع للتحقيقات، وأنهم بإمكانهم يباشروا معاه الحوار في أي وقت يعني بغاو. هذا الشيء اللي وقع في المصالح الأمنية، جرات التحقيق مع الزوج وأخذ الأقوال ديالو. هذا الزوج اللي ما ترددش ولو لحظة واحدة باش أنه يعترف بارتكابه للجريمة، هذه الجريمة اللي خرج عليها القيل والقال، ولكن باعتراف الزوج كما قلت سلفا نصفت كل الفرضيات. فكيف سولت له نفسه؟ أشنا هي الأسباب؟ أشنا هي المعطيات؟ كل هذه الأمور هذه تتبقى من الجزئيات ومن اختصاص المصالح الأمنية اللي راها كدير تحقيقات ديالها من أجل كشف هذه الأمور. لكن الحقيقة الكبرى والواقعة الكبرى والأمر المهم هو مرتكب الجرم هو الزوج، وتم تأكيد هذا الأمر من خلال الاعتراف دياله. حقيقة أخرى جات في طيات هذا الخروج
ديال وكيل الجمهورية ديال المحكمة، واللي عندنا حنا في المغرب هو وكيل الملك بنفس يعني القيمة. وكيل الجمهورية في الجزائر يعني عندنا في المغرب هو وكيل الملك، هذه كإشارة باش أن يعني يكون حد إمام. وكيل محكمة في أي بلاد على ما أعتقد عربية كيستعملوا اسم وكيل، وكيل محكمة في أي بلد عربي. فوكيل الجمهورية في الجزائر قال واحد المعلومة وصرح بواحد المعلومة واللي وصلوا لها من خلال التشريح الطبي، واللي بينت أمور غير ومعاكسة للأمور الأولى، وهي أسباب أو لا باش ماتوا الأبناء أو لا سبب وفاة الأبناء المباشر. ففي البدايات كان الأمر يعني يقتصر على غاز أحادي أكسيد الكربون، لكن اتضح بأن الأبناء توفوا خنقا، وهذا اعتبارا بالكلام يعني اللي قالوا وكيل الجمهورية، واللي قال أنه الأبناء تم اكتشاف أنهم توفوا خنقا بناء على نتائج ديال التشريح الطبي، وما قالش اختناقا، لأن كاين فرق ما بين خنقا واختناقا، مع أن هنالك واحد الحبل اللي كاين في مسرح الجريمة، هذا الكابل ولا حبل فتستعمل أيضا لقتل الزوجة واللي فيها ضربة في الرأس، أيضا اكتشفوا بأن فيها علامات ديال الخنق في العنق ديالها، واش بهذاك الحبل نفسه أو لا باليد ديالو، المهم أنها فيها علامات ديال الخنق. بالنسبة للأبناء فتوفوا مقتولين يعني بأيدي الأب ديالو. فهنا كنطرحوا علامة استفهام كبرى، أشنا هي الدوافع اللي تخلي زوج مشهود ليه بحسن الخلق من طرف كل المعارف ديالو، واللي بسرعة خرجوا ودافعوا عليه وقالوا بأنه يستحيل أنه يكون مرتكب الجريمة، هادشي كامل لأن السمعة ديالو سابقاه. فأشنو الأمر اللي عادي يخلي أن الزوج يرتكب بحال ما هاد المجزرة في حق الأبناء ديالو بالدرجة الأولى والزوجة ديالو؟ قتل ديال الأزواج، الزوجة تقتل زوجها أو الزوج تقتل الزوج ديالو، فتتكون حالات انفعال، كتكون حد ضربة كتخرج كيولي الإنسان مجرم في لحظة اللي خرج حد ضربة ما عندوش هدف ديال أنه قاعد يوصل لجريمة قتل، ولكن تتوصل. ولكن بالنسبة أنك تقتل الإبن الأول وتمشي تقتل الإبن الثاني وتمشي تقتل الإبن الثالث وتقتل الزوجة، فهنا فهذا راه أشد يمكن شو نقول أشد يعني القلب ما بقاش عنده، يعني القلب ما فيش رحمة، ما فيش يعني ما بقاش عنده رؤية، ما بقاش كيشوف قدامه إنسان عمى، وبكل ما أوتينا من قوة فيستحق أشد العقوبات وأشد يعني عقاب من طرف الجهات قضى بالجزائر. بكل صدق إخواني أخواتي، على الرغم من ذلك الشيء اللي سمعت، لأنه يعني ارتكب جريمة ممكن نقوله متسلسلة في جريمة واحدة، يعني وأبناء يعني جريمة ضد العائلة، جريمة اللي بكل صراحة للأسف الشديد باش أن الإنسان يهضم وقع هذه الجريمة، فكيتطلب الأمر واحد أسبوع واحد 10 أيام واحد بزاف ديال الأيام من أجل هضم هذه الجريمة، يعني الإنسان أنه يستوعب ماذا حدث بالضبط. على أي إخواني أخواتي، كانت هذه هي المستجدات يعني المهمة يمكن نقول على مسار هذه الفاجعة وهذه الجريمة اللي هزات جبانة، حي جبانة اليهود، واللي كيتسمى بحي واد الذهب بعنابة بالجزائر. ختاما كنتمنى نكون سلط الضوء بالشكل الكافي على هذه الواقعة وهذه الفاجعة، وكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو وأيضا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، باش دائما إخواني أخواتي تصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وكنتمنى أيضا أنكم تبارطاجوا على جماعة ديتو باش كل هذه الرسائل هذه توصل وهذا الفيديو هذا ينتشر. وخير الختام، السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.